السلام عليكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في عنوان جديد ونوع جديد في التايتريشنز اللي هو الكومبلكسومتريك تايتريشن. اللي خدناه قبل كده في المحاضرتين اللي فاتوا كان نوع اسمه البريسيتيشن تايتريشن، الى جانب طبعا النوع الاولاني اللي خدتوه مع الدكتور محمد اللي هو الاسيد بيس تايتريشن. واتفقنا قبل كده ان اسم التايتريشن بيتحدد على حسب طبيعة الرياكشن اللي بيحصل بين السامبل وبين الستاندرد. في حالة الكومبلكسومتريك تايتريشن من اسمها ونوع من انواع التايتريشن بيحصل في خلاله تكون كومبلكس بيسموها كومبلكسومتريك تايتريشن او كومبلكس فورميشن تايتريشن. يبقى هي نوع من انواع التايتريشن اللي بيحصل من خلالها يتكون كومبلكس. واحنا عارفين قبل كده يعني ايه كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ تعريف مكتوب قدامنا: الكومبلكس is a combination of a metal ion which is an electron acceptor with electron donating group called ligand. والليجند بقى تعريفها contains an atom with an unshared electron pair to form complex. احنا عارفين قبل كده وخدناها analytical one لو انتوا فاكرين تعريف الكومبلكس ان بيتفاعل metal ion، وكلمة metal يعني M عليها positive charge، والحاجة طالما عليها positive charge يبقى عندها في الاوربيتال الاخير vacant orbital، يعني orbital فاضي فقدت بير اوف الكترون، فبقول عليها الكترون اكسبتور، محتاجه الكترونات في الحاله دي. هي فقدت قبل كده فبقى عليها بوزيتيف تشارج، فهي في الحاله دي محتاجه تاخد الكترونات فاصبحت الكترون اكسبتور. هتتفاعل مع حاجه عندها اكسس من الالكترون يعني عليها نيجاتيف تشارج او عليها انشير بير اوف الكترون في الاوربيتال الاخير، بتتبرع بيهم لاي حد محتاجهم عليه بوزيتيف تشارج اللي هو الميتال. ده اللي بنسميها الكترون دونيتنج جروب، تقدر تتبرع بالبير اوف الكترون اللي هي فايضين عندها ومش عايزاه. لما الميتال يقابل الالكترون دونيتنج جروب دولت بيتفاعلوا مع بعض ويكونوا مع بعض بوند بنسميها كوردينيشن بوند. اول ما بيتكون المركب بالشكل ده بقى اسمه كومبلكس. وقلنا قبل كده ان الالكترون دونيتنج جروب دي الحاجه اللي هتتبرع بالالكترونات للميتال بنسميها ليجند، بتاخد مصطلح اسمه ليجند. وكنا بنقول ان الليجند هي اي حاجه عليها نيجاتيف تشارج اكس عليها ماينس، او كنا بنقول لو مركب كبير بدور فيه على التلات انواع من الاتومز بيبقى عليهم انشير بير اوف الكترون اللي هما الاكسجين والنيتروجين والسلفر. زي المعادله اللي قدامنا الميتال ده الكترون اكسبتور بيتفاعل بلس ان ليجند، ال كابيتال ده اختصار ليجند، والان يعني على حسب كام ليجند بيتفاعل معاه بيديني الام ال ان بالشكل ده اللي هو شكل الكومبلكس. في هنا بقى بنبدا نراجع تاني لو انتوا فاكرين في الكومبلكسيشن كنا بنقول طريقه كتابه الكومبلكس ازاي. الكومبلكس اللي مكتوب المثال قدامنا ده ال FE CN الكل 6 وفي قوس كبير اس ماينس 4. كنا بيكتب شكل الكومبلكس ازاي؟ كنا لازم نبقى عارفين حاجة مهمة عن الميتال اين اللي انا بتكلم عليه، حاجة اسمها الكوردينيشن نمبر. الكوردينيشن نمبر بيمثل عدد الكوردينيشن بوندز اللي بيكونها الميتال اين مع الليجند. احنا قلنا كل ميتال لما يمسك مع الليجند بيربطوا ببعض برابطه بنسميها كوردينيشن بوند اللي هي الرابطه التناسقيه. طب بيبقى كام رابطه بقى، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ العدد الكوردينيشن بوندز دولت بنسموهم الكوردينيشن نمبر للميتال اين. واتفقنا قبل كده ان في قاعده عامه للكوردينيشن نمبر بتقول ان هو الكوردينيشن نمبر بيكون ضعف التكافؤ الاصلي للميتال اين، بيكون twice the principal valence of the metal ion. يعني زي ما الجدول اللي مرسوم قدامنا كده ان السيلفر ميتال ال AG plus 1 يعني تكافؤه الاساسي ايه؟ 1، يبقى الكوردينيشن نمبر بيبقى ضعف التكافؤ الاصلي يبقى 2. ولو في حاجات تكافؤها 2 زي الكابر زي الزنك زي الكادميوم زي الميركوري زي الكوبالت كلهم لان تكافؤهم plus 2 يبقى الكوردينيشن نمبر بتاعهم 4. الحاجات اللي بتبقى plus 3 يبقى الكوردينيشن نمبر بتاعها 6 وهكذا. ماشي يا شباب، ده اسمه الكوردينيشن نمبر، يعني الميتال هيمسك بكام بوند مع الليجن. فهنا ال FE CN عملها لكل 6 ليه؟ لان ال FE الايرن التكافؤ الاصلي بلس 3 تكافؤه ثلاثي، يبقى الكوردينيشن نمبر بتاعه 6، يبقى يمسك بكام رابطه تناسقيه مع الليجن؟ ب 6. عشان كده قلنا ال FE CN لكل 6 يبقى يمسكوا مع بعض ب 6 كوردينيشن بوند. طب وبعد كده بنعمل قوسين كبار اللي هو المربع ده، والرقم اللي مكتوب على القوس من فوق الاس ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا بظبط الاشاره الكليه للكومبلكس على بعضه. ازاي؟ الاف اي تكافؤه الاصلي بلس 3 والسي ان تكافؤها الاصلي ماينس 1، الكل 6 يبقى ماينس 1 في 6 يبقى ماينس 6، ومعاها بلس 3 يبقى ماينس 6 زائد بلس 3 كلها على بعضها كام؟
ماينس 3 المفروض تبقى ماينس 3، يبقى القوس اللي فوق يبقى ماينس 3. اه طب هو ماينس 4 هنا معناه ايه؟ معناه ان الاف اي اللي هنا بنتكلم على الفيرس عين اللي هو الاف اي بلس 2، مش الفرك اللي هو البلس 3، الاف اي بلس 2، لان ده يبقى بلس 2 وده ماينس 6، يبقى كله على بعضه ماينس 4، فحط هنا على القوس فوق ايه؟ ماينس 4. ماشي يا شباب؟ طبعا مشاورين بالسهم ان الفرك هو ده الميتال اين، سنترال اين، والسي ان هو ده الكومبلكسنج ايجنت او هو الليجند. السي ان ليه هو كومبلكسنج ايجنت؟ عشان هو سي ان ماينس عليه نيجاتيف تشارج، فهو الكترون دونيتنج جروب. تايبز اوف ليجندز، الليجندز بتتقسم على حسب كام مكان عندها او كام نقطه، نمبر اوف بوينتس اوف اتاتشمنتس تو ذا ميتال اين، عندها كام نقطه تقدر تمسك فيهم مع الميتال اين. النوع الاولاني في الليجند اسمه مونو دنتيت ليجند. كلمه مونو، المقطع مونو يعني احادي، دنتيت جايه من كلمه دونيشن يعني ليجند احادي التبرع، كلمه دونيشن يعني يتبرع ومونو يعني احادي، يعني ليجند عنده اونلي 1 بوينت، عنده نقطه واحده بس هي اللي تقدر تتفاعل مع الميتال او تمسك فيه وتكون الكوردينيشن بوند. فتعريفه ار ليجندز ويتش ار باوند تو ذا ميتال اين ات اونلي 1 بوينت، زي ايه؟ زي ال NH3 ما عندهاش الا النيتروجين بس، زي ال CN ماينس، زي الفلورايد ماينس، عنده اشاره واحده بس، هو ايون واحد عليه نيجاتيف تشارج واحد. النوع الثاني اسمه باي دنتيت ليجند. باي يعني ثنائي، ثنائي التبرع، يعني عنده 2 الكترون دونيتنج جروبز او عنده 2 اتومز يقدروا يكونوا كوردينيشن بوند مع الميتال ايون. زي مين؟ زي الايثيلين دايامين. ايثيلين دايامين، حته ايثيلين دي يعني CH2CH2، داي امين يعني اثنين امينو، NH2NH2. في الاستراكشر المرسوم قدامنا ده الايثيلين دايامين يعني في اثنين امينو، يعني في اثنين نيتروجين، عشان كده عنده مكانين يمسكوا مع الميتال ايون. هاز تو بوينتس بيكونوا كوردينيشن بوند، يكون تو كوردينيشن بوندز مع الميتال، عشان كده سميناه باي دنتيت ليجن. في بقى نوع ثالث من الليجند بنسموه مالتي دنتيت ليجن. كلمه مالتي يعني متعدد، يعني عنده اكتر من 2 اتومز يقدر يمسكوا في الميتال، عنده اكتر من 2 اتوم يقدروا بيكون اكتر من 2 كوردينيشن بوند مع الميتال اين، وده اشهر ليجند مالتي تنتيت ليجند هو الايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد، وهنرسم الاستراكشر بتاعه كمان شويه نقول اللي هو اختصاره الايديتا، وده اشهر كومبلكسنج ايجنت هنتكلم عليه بالتفصيل. في مصطلح في الكومبلكسيشن بيسموه الكيليشن. يعني ايه الكيليشن؟ وساعات يقول عليه كيليتنج ايجنت. يعني ايه الكلام ده؟ الكيليشن بيحصل لما يكون الليجند اللي عندك مالتي دلتيت ليجند. يعني ايه؟ يعني الليجند اللي هيمسك في الميتال عباره عن مالتي دلتيت ليجند، يعني في اكتر من تو سايتس، عنده اكتر من نوعين او تو بوينتس هيمسكوا من في الميتال اي، عنده اثنين او اكتر دونيتنج جروبز زي ما اتفقنا من شويه. فطالما عنده اكتر من اتنين او اكتر بيبقى عامل زي الشبكه بتنقض على الميتال تمسك فيه من اكتر من مكان، فالمسك الجامد ده بيبقى عامل زي الشبكه حوالين الميتال، بنسمي الشكل ده كيليتس، فبيكون ما اقولش عليه كومبلكس، ساعات يقولوا على الكومبلكس بالوصف ده كلمه كيليتس. والليجند اللي بالشكل ده بيسموه كيليتنج ايجنت، اسمه كيليتنج ايجنت. زي المثال اللي قدامنا ده، في المثال الاولاني الكادميوم ده ميتال اين اهو سي دي بلس 2 بيتفاعل مع الميثايلامين اللي هو سي اتش 3 ان اتش 2. الميثايلامين ده بشكله ده كايه؟ مونو دنتيت ليجند، بس الكادميوم لانه بلس 2 يبقى الكوردينيشن نمبر بتاعه يبقى 4، يبقى هيتفاعل مع 4 مول من الميثايلامين، فاداني شكل الكومبلكس اللي بالشكل ده. شوف المثال الثاني، الكادميوم بيتفاعل مع ليجند ثاني، هنا ايه بقى؟ ايثيلين دايامين، يعني في مونو دنتيت ولا باي دنتيت ليجند؟ بالشكل ده يبقى ده باي دنتيت لانه عنده 2 امينو، وبرده خد 2 مول اللي اتفاعل معاه بالشكل ده واداني الكومبلكس، اداني الكومبلكس اللي احنا اتفقنا عليه. خلاص، طيب بص كده هتلاقي في هنا كي وهنا كي، هنا مكتوب جنب المعادله الاولانيه الكي بيساوي 3 في 10 اس 6، وفي المعادله الثانيه الكي بيساوي 2 في 10 اس 6. يعني ايه الكي؟ الكي هو الفورميشن كونستانت اللي هو ثابت تكوين الكومبلكس. كل ما يكون الليجند اللي ماسك في الميتال قوي هيبقى الكومبلكس مور ستيبل، هيبقى ماسك فيه باكتر من مكان، يبقى الكومبلكس ده مش هيتكسر بسهوله، ماسكين في بعض باكتر من كوردينيشن بوند، فبقى الفورميشن كونستانت بتاعه عالي، بدليل الكادميوم هو نفس الميتال اين لما اتفاعل مره مع بايدنتيت ليجند كان الفورميشن كومبلكس بتاعه في 10 اس 10، لكن لما كان مع مونودنتيت ليجند في ايه؟ في 10 اس 6.
وهنتكلم عن الفورميشن كونستانت بعد كده نبذة بسيطة كده معناه ايه ونفهم من معنى الرقم بتاعه ايه. نبدأ نتكلم على اهم ليجنت واهم كومبلكسنج ايجنت هنعرفه هو الايديتا. الايديتا هي اختصار ايسيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد. يبقى الايديتا اختصار ايسيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد. احب اقول لك من دلوقتي ان هو ده الكومبلكسنج ايجنت الجوكر الكينج يعني في كل الكومبلكسيشن، بدليل ان كل الكومبلكسومتريك تايتريشن هيكون التايترانت بتاعنا او الكومبلكسنج ايجنت بتاعنا اللي بيتحط في السحاحه هو الايديتا. يبقى اجينست كل الميتالز اللي بتتفاعل في الدنيا اللي يقدر يعمل كومبلكسيشن معاهم بسهوله وهيبقى هو التايترانت بتاعنا والستاندرد سوليوشن بتاعنا هيكون الايديتا. الايديتا نشوف الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه. هو عباره عن ايثيلين، كلمه ايثيلين يبقى CH2CH2، داي امين يعني اتنين امينو فعملنا ايه نيتروجين ونيتروجين من على الطرفين اهو، تترا يعني أربعة فعملنا أربعة بوندز، اسيتيك اسيد الاسيتيك اسيد يعني ايه CH3COOH ماشي، بس هو داخل CH3COOH ده داخل مكان الاتش اللي عند النيتروجين فخرجت نيتروجين منه عشان يعرف يدخل في البوند دي فبقى CH2COOH. تترا اسيتيك اسيد يعني عندي أربعة اسيتيك اسيد على الاطراف فعندي CH2COOH CH2COOH من على اليمين واثنين برضو CH2COOH من على الشمال، فهو تترا اسيتيك اسيد يعني أربعة اسيتيك اسيد. لازم ابقى عارف ارسم الاستراكشر بتاع الايديتا كويس جدا. يبقى الايديتا اختصار ايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد، واعرف ارسم الاستراكشر بتاعه بشكله كده. هو انهي نوع من الليجنت، مونودنتيت ولا بايدنتيت ولا مالتي دنتيت ليجنت بشكل الاستراكشر بتاعه كده؟ نعد كده ونشوف. الحته الاولانيه CH2CH2 دي فيها حاجه ليجند؟ لا طبعا ما فيهاش الكترون دونيتنج جروب اتو. طيب الN والN هما الاثنين الكترون دونيتنج عشان بيبقى عليهم بير اوف الكترون، يبقى ده واحده نيتروجين واحده نيتروجين يبقى اتنين. طيب التترا اسيتيك اسيد CH2COOH، الاتش اللي على الطرف ده بتاع حاجه اسيد يعني في بيحصل له ايونايزيشن وبيخرج، فبقى عندي اكسجين ايه عليها ماينس على الطرف زي اللي مكتوب مرسومه تحت دي، يبقى عندي الاكسجين اللي على الطرف ده الكترون دونيتنج جروب هيبقى دي واحده اتنين ومن على الناحيه الثانيه ثلاثة أربعة، يبقى عندي اتنين نيتروجين واربعة اكسجين، يبقى عنده كم مكان يمسك فيه مع الميتال؟ ستة، فهو ايه اكتر من اتنين فبسميه مالتي دنتيت ليجن. وعشان اكون اكثر دقه في وصفه طالما عنده ستة اماكن يعمل بيهم دونيشن مع الميتال بيسموه هيكسا دنتيت ليجن. يبقى الايديتا بتوصف على انها هيكسا دنتيت ليجن، وزي ما اتفقنا من شوية انه طالما عنده اكتر من مكانين يعني بينقض وبيمسك في الميتال زي الشبكة، عنده اكتر من خيط ماسك مع الميتال اين فبنقول بيعمل كيليشن مع الميتال، بيعمل عليه الشبكة يكون كيليتس، فده من اشهر الكيليتنج ايجنت. يبقى الايديتا لازم اعرف الاستراكشر بتاعه، الاماكن اللي بيمسك فيها هم الست اماكن عاملين ازاي، وهو هيكسا دنتيت ليجند. الايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد هو نفسه كده كباودر، البودرة دي لو جينا ندوبها في الماي ما بتدوبش في الماي، فبيبقى متحضر بيبقى موجود على هيئة صوديوم سولت، تبقى إيثيلين دايامين تترا أسيتيك أسيد داي صوديوم سولت، داي يعني اتنين صوديوم سولت، بمعنى شوف كده في الاستراكشر هتلاقي CH2COH اللي على اليمين فوق والCH2COH اللي على الشمال فوق، الاتنين معاهم الاتشات بتاعته، لكن الاثنين اللي تحت الاو عليها ماينس، الماينس ده ليه؟ عشان بيخش مكانه الاتش هنا صوديوم اين على اليمين وصوديوم اين على الشمال، عشان كده بيبقى داي صوديوم سولت. لو موجود على هيئه داي صوديوم سولت بيبقى دايب في الميه، وهو ده اللي احنا بنستخدمه عشان استخدمه كتايترنت، يبقى دايب في محلول عامل زي الميه كده، فبيستخدم على هيئه داي صوديوم سولت عشان يبقى ووتر سيلف. طيب الايديتا بالاستراكشر بتاعه ده هو بالشكل ده حاجه اسيدك لانه فيه اربعه بروتونز اهو. طيب الاستراكشر بتاعه عشان ما نضطرش في اي معادله يتكتب على بعضه كده CH2CH2N واقعد ارسم الاستراكشر على بعضه، بيكتبوا له ابريفيشن مشهور قوي زي ما مكتوب قدامنا H4Y. ايه ال H4Y ده؟ كتبوه كده ليه؟ لان هو فيه كام بروتون؟ اربعه، يبقى H4 والY ده بقيه الاستراكشر بتاع الليجند يعني، فال H4Y ده مع ده ايه؟ ده كاني بكلمك على الايديتا، ال H4Y يعني الايديتا. الايديتا ليها اكتر من صوره، ممكن يكون الأربعة بروتونز موجودين معاه فيتكتب H4Y. طيب افرض هو خرج بروتون واحد وتفضل معاه ثلاثة، البروتون لما يخرج هيسيب عليه نيجاتيف تشارج اهو، لما خرج البروتون يبقى الـ O عليها ماينس فممكن يتكتب H3Y ماينس. طب لو خرج بروتون كمان وتفضل اتنين يبقى H2Y2 ماينس.
لو خرج 3 وتفضل واحد يبقى اتش واي 3 ماينس. هنا الواي بتزيد واحده والهيدروجين بتقل واحده، لما الواي بتزيد واحده يبقى النيجاتيف بيزيد، والهيدروجين لما بيخرج لانه حاجه بوزيتيف بتخرج هي. وفي صوره منه الاخيره لو خرج الاربعه بروتون اللي عليه كلهم ما عادوش موجودين هيبقى واي اس ماينس 4. الماينس 4 دي معناه ايه؟ يعني الاربع اكسجينات اللي على الطرف كلهم ايه؟ متحررين حرين عليهم نيجاتيف تشارج. طيب بالعقل كده احنا الايه ده كليجند يعني حاجه عليها بير اوف الكترون يعني عليها نيجاتيف تشارج عشان تمسك في الميتال. المفضل لينا بالنسبه لنا بالعقل كده عشان تمسك في الميتال كل ما يكون عدد الهيدروجين اللي ماسكه فيها كتيره ولا عدد الهيدروجين اللي ماسكه فيها قليله؟ طبعا قليله. ليه؟ لان كل ما الهيدروجين يخرج يعني ما يبقاش فيه هيدروجين اصلا، فبقى عندي الاربعه اكسجين الاثنين نيتروجين دول ثابتين خلاص ما فيش في منهم مشكله. الاربعه اكسجين اللي حالتهم متغيره على حسب البروتون ماسك فيها ولا لا. لو البروتون خرج هيبقى عندي اربعه اكسجين عليهم نيجاتيف تشارج الى جانب الاثنين، دي اكتر قوه للايديتا، يبقى هنا دي في افضل صورته، يبقى وجوده على هيئه واي اس ماينس 4 دي احسن صوره من صور الايديتا. يعني في الصوره اللي خرج منه البروتون اللي بنسميها الان بروتينيتد فورم، الان بروتينيتد فورم يعني خرج منه البروتونز، والحاجه اللي هي اصلا اسيدك يعني معاها بروتون نخرج منها البروتون ازاي؟ هو ايه الحاجه اللي تسحب البروتون من الاستراكشر؟ هي الاو اتش. يعني ايه حاجه او اتش تسحبه؟ يعني الايديتا يبقى موجود في بيزك ميديوم. يبقى لو موجود في بيزك ميديوم يعني السوليوشن بيحتوي على او اتش هيقوم يسحب البروتون اللي معاه يخرجه منه، يبقى هيبقى موجود في الصوره الان بروتينيتد فورم، وبالتالي يقدر يمسك في الميتال بكل الخيوط بتاعته بالست خيوط اللي معاه، فيبقى الكومبلكس ايه؟ مور ستيبل. يبقى السطر الاخير عندي الصوره اللي بنقول عليها الفول ان بروتينيتد فورم اللي هو واي اس ماينس 4 ديت الدوميننت يعني الحاجه اللي بنفضلها. ليه؟ وده بتحصل في البيزك ميديوم علشان البيزك ميديوم يعني في او اتش هو اللي بيسحب البروتون اللي في الايديتا يخرجه بره، فبقت في الصوره الان بروتينيتد فورم. السطر اللي قبله يخرج منه اثنين بروتون او يخرج منه واحد بروتون ويتفضل ثلاثه يبقى اتش 2 واي اس واي اس ماينس 2 او اتش 3 واي اس ماينس 1، خرج بروتون واحد او اثنين بروتون في بي اتش بيكون من 3 ل 10 يعني شويه اسيدك الى الكالاين، فبيبقى خرج بروتون واحد او اثنين ما خرجش كل البروتون. طبعا في الميديوم الهايلي اسيدك بيبقى موجود كل في بي اتش اقل من 3 اللي هو الفولي بروتينيتد فورم اللي هو الاتش 4 واي، ده الميجر كومبوننت، ده بيكون في اسيدك سوليوشن يعني بي اتش اقل من 3. طالما حاجه اسيدك يعني المحلول مليان بروتون يعني بيثبت البروتونز اللي موجوده على الاسيتك اسيد اللي موجود على الطرف اللي هم الاربعه، لان مفيش حاجه تسحبه ولا حاجه، البروتون هيفضل لازق مكانه، وبالتالي يجي الايديتا يمسك هيبقى ماسك بالاثنين نيتروجين بس، الاربعه استيت متقفلين، السي او او الاكسجين ما عادتش حره ماسك فيها البروتون فما عادتش عارفه تمسك في الميتال. يبقى الخلاصه ان الايديتا هيكسادنتيت ليجند من اقوى الكليتنج ايجنت اللي هنتكلم عنها، له صوره اكتر من فورم على حسب هو في ميديوم عامل ازاي. لو في ميديوم بيزك يبقى هيخرج البروتون اللي عليه كلها في الصوره الان بروتينيتد فورم، وده افضل صوره لتكون الكومبلكس، يبقى الكومبلكس هنا قوي جدا. لكن لو خارج بروتون واحد او اتنين بروتون هنا يبقى الميديوم مش بيزك قوي، والصوره الان بروتينيتد فورم بيبقى الكلام ده بيحصل في الاسيديك ميديوم ومبقاش الكومبلكس ماسك كويس في الايديتا. نتكلم عن خصائص الايديتا في تفاعلها مع الميتال ايونز اللي هي نيتشر اوف ايديتا تايتريشنز ويز ميتال ايون. اول حاجه الايديتا از نوت سيلكتيف ريجنت، بمعنى ان الايديتا هو هيكسادنتيت ليجند يعني قوي عنده ست اماكن تقدر تمسك مع الميتال ايون، بس هو نوت سيلكتيف ما بيفرقش بين اي ميتالز، كل الميتالز عنده زي بعضها بيمسك فيها من الست اماكن بتوعه. طيب هل معنى كده ان الايديتا لانه قوي وعنده ست اماكن تقدر تمسك في الميتال، هل معنى كده انه ممكن يقدر يمسك اكتر من ميتال في وقت واحد؟ يعني يمسك اتنين ميتالز او تلاتة ميتالز في وقت واحد؟ لا، الايديتا بالرغم انه هيكسادنتيت ليجند يعني قوي جدا وعنده ست اماكن يعني ست خيوط تنقض على الميتال تعمل معاه كومبلكس، ومع ذلك بيتفعل الميتال ايديتا كومبلكس بيكون بريشيو 1 to 1 الاستيكيومتري، يعني الريشيو بتاعهم كام؟ يعني
الواحد اذا بياخد كام مول من الميتال، تلاقي كل واحد مول من الميتال بيتفاعل مع واحد مول من الايديتا، واحد بس. يبقى الايديتا هيكسا دينتيت ليجاند بس، مع مش معناه انه بيمسك في اكتر من ميتال في وقت واحد، لا بيمسك مع ميتال واحد بس بست خيوط اللي هم السته كوردينيشن بونتس، لانه عنده ست اماكن تتفاعل مع الميتال. يبقى اول حاجه بيتفاعل مع اي ميتال اين نمس نيجاتيف، ما بيفرقش، بكل الميتالز عنده زي بعضها، وبيتفاعل بريشيو 1 تو 1. الحاجه الثانيه الايديتا الموديفيكيشن اوف ايزيتا ويز ميتال اين، احنا لسه قايلين ان هو قوي عنده هيكس دنتيت ليجند ست اماكن، بينقض على الميتال يعمل عليه زي الشبكه زي الاستراكشر المرسوم قدامنا، ست خيوط خارجين منه يمسكوا في الميتال فبيكون شبكه حواليه او يقفل عليه زي الرنج كده زي الحلقه، فبيكون كيليت، بيبقى الميتال ايديتا كومبلكس بيبقى ستيبل قوي، وبيكون حاجه اسمها كيج لايك ستراكشر، بيبقى عامل زي الحلقه كده قافله على الميتال اين محاوطه من كل ناحيه، فبيبقى highly stable complex. تالت خاصية هي stability of the formed complex، يعني الاستابيليتي بين الميتال وبين الايديتا، بيبقى مور ستيبل الكومبلكس امتى وبيبقى ليس ستيبل، دي لسه قلنا عليها من شويه. ده بيعتمد على البي اتش اوف ذا ميديوم، بمعنى احنا عارفين الستيبل كومبلكس معناه انه في كوردينيشن بوندز كتير، واحنا عارفين ان الايديتا الاماكن المتاحه انها تكون كوردينيشن بوند وتكون كومبلكس مع ميتال سته، فلو داخل في الكومبلكسيشن بالست اماكن هيبقى الكومبلكس قوي جدا جدا. والست اماكن دولت هيبقوا متاحين امتى؟ الاثنين نيتروجين احنا عارفين ان هم مضمونين خلاص، الاربعه بروتونز دولت لو خرجوا من الاستراكشر بتاع الايديتا هيبقى في الحاله دي هايلي ستيبل كومبلكس، لان عندي ست اماكن هتمسك في الميتال اين. الاربعه بروتونز دول بيخرجوا امتى؟ امتى لسه قايلين حالا، الحاجه اللي هتشد البروتون تخرجه هو الاو اتش، يعني الميديوم يكون بيزك، يبقى البيزك ميديوم هو اللي بسببه لو الايديتا موجود في بيزك ميديوم هيكون مع الميتال ايه هايلي ستيبل كومبلكس. طب لو في اسيديك ميديوم ات لوور بي اتش سوليوشن ات لوور بي اتش بيبقى ليس ستيبل كومبلكس، ليه؟ لان في اللور بي اتش الميديوم بيبقى اسيدك، يبقى فيه بروتونز لسه ماسكه في الاستراكشر بتاع الايديتا في الاربعه اسيتيك اسيد اللي على الطرف، سواء بقى بروتون واحد او اثنين او ثلاثه، طالما في بروتونز موجوده يبقى هتعمل كومبيتيشن، يعني هتتنافس مع الميتال اين ان يمسك في المكان ده. فكل ما يكون البروتونز عددها كبير، وده هيبقى اكتر في حاله الاسيتيك ميديوم، بيديني ليس ستيبل كومبلكس. يبقى الاستابيليتي بتاع الكومبلكس بين الايديتا وبين اي ميتال هيعتمد على البي اتش اوف ذا ميديوم. في الاسيتيك ميديوم هيدي ليس ستيبل كومبلكس، لان زي مكتوب بيكوز مور بروتون اينز ار افيلبل تو كومبيت وذ ذا ميتال اينز فور ليجن، بقى عندي اكتر من بروتون يعمل كومبيتيشن يتنافس مع الميتال اين ان يمسك في الحته دي. But at higher pH of solution عند في pH عالي في basic medium بيدي more stable complex، لأن البروتون خرجت خلاص. طيب أنا عايزة أثبت ال pH بقى وأنا شغال في التيتريشن، يعني افرض هو أنا مخليها في basic medium عشان يبقى complex stable، الحاجة اللي تثبت لي ال pH وما يتغيرش إيه؟ هو البفر. فدايما في كل الكومبلكسومتريك تايتريشن بيبقى فيه بافر، so pH must be constant by the use of a buffer solution. واحنا عارفين يعني ايه بافر، يعني solution resist the change of pH، بيبقى محطوط معايا طول التجربة عشان يحافظ على ان ما يحصلش تغير في البي اتش. طيب مميزات التايتريشن باستخدام الايديتا ككومبلكسنج ايجنت، advantages of editor titration. اول حاجة ان الكومبلكس reaction is stoichiometric، يعني ايه؟ يعني الرياكشن وتكون الكومبلكس بين الميتال وبين الايديتا بيكون ستيكيومتريك، يعني الريشيو معروف بينهم واحد لواحد اللي احنا عارفينه. هم قالوا لنا العلماء اكتشفوا كده لما حللوا شكل الكومبلكس ودرسوه وعرفوا الاستراكشر بتاعه، لقوا ان الايديتا بتفاعل مع اي ميتال في الدنيا بريشيو 1 تو 1، فبيكون الرياكشن ايه ستيكيومتريك. الحاجه الثانيه ريت اوف رياكشن از فاست، يعني الميتال بيمسك مع اي ميتال في رياكشن سريع جدا، ما بيبقاش بطيء ولا حاجه. ثالث حاجه الاستابيليتي اوف كومبلكس از هاي، وده قلنا قبل كده لانه هيكس دنتيت ليجند. اخر حاجه ان الاند بوينت از ايزلي ديتكتد، يعني بشوف الاند بوينت بسهوله، وده هيوضح اكتر لما نتكلم عن انواع الديتكتورز اللي بستخدمها في الانديكيتورز سوري اللي بستخدمها في الكومبلكسومتري، بتبقى انديكيتورز التغير بتاع الكالر تشينج بتاعها قوي قوي قوي، فبتبقى من احسن الالوان اللي بشوفها في الاند بوينت. Stability constant of metal edita complex اللي احنا قلنا عليها من شوية، الستابيليتي بتاعة الكومبلكس اللي بيكون بين الميتال وبين الايديتا بيقيسوها ازاي؟ بيقيسوها بثابت التكون بحاجة اسمها ال KF value اللي هو الفورميشن constant of complex. الفورميشن constant of complex يعني ال KF بتاع الكومبلكس بيحسبوه ازاي؟
بنفس طريقة الإكوليبريم وحساب الكي اللي كنا بنحسبه في أي حاجة قبل كده. يعني من المعادلة قدامنا الميتال اللي هو الام بيتفاعل مع الواي اللي هو الليجن يكون لي الام واي كومبلكس، صح؟ ده سهم رايح جاي في حالة إكوليبريم بين تكون الكومبلكس وبين التكسير بتاعه. الكي هتساوي حاصل ضرب البرودكتس، هنا البرودكتس هيكون الكومبلكس هو اللي في البسط، على حاصل ضرب الرياكتنس الكونسنتريشن بتاع الميتال ايون في الكونسنتريشن بتاع الليجند. يبقى البسط هو الميتال الكومبلكس والمقام هو الميتال والليجند. الكي اف هو الفورميشن كونستانت الكومبلكس. الكي اف فاليو كل ما الفورميشن كونستانت يبقى عالي، كل ما الكي اف بتاع الكومبلكس، لما اجي اقارن بين كومبلكس والتاني ببص على قيمه الكي اف، كل ما الفورميشن كونستانت بتاع الكومبلكس يبقى عالي يبقى ده مور ستيبل كومبلكس. معنى كده ان تركيز ان البسط اعلى من المقام. الكي اف لما تبقى عاليه قوي يبقى البسط اعلى من المقام، يعني تركيز الايه الكومبلكس اعلى بكتير من تركيز الايونات اللي كونته، يبقى ما بتكسرش. فالكي اف فاليو بتدي انديكيشن للاستابيليتي بتاعه الكومبلكس. وفي العموم الفورميشن كونستانت بتاعه كل الكومبلكسز بتكون ماست بي جريتر ذان 1000، عاده بتكون اكتر من 1000، دايما بيبقى رقم مضروب في 10 اس 4 اس 5 اس 10 اس 12 وهكذا، بيبقى رقم كبير وبيبقى اكتر من 1000. ده معناه ان بيحصل شيفت، ان الكي اف يعني تركيز الكي اف طالما اكتر من 1000 يعني البسط تركيزه عالي، يعني تركيز الكومبلكس بيكون اعلى من المكونات الايونات اللي كونته، يعني ما بيتكسرش. فالكي اف فاليو بيدي انديكيشن للاستابيليتي بتاعه الكومبلكس باعتمادا على ان كل ما قيمه الكي اف فاليو تزيد يبقى ده مور ستيبل كومبلكس. اخر حاجه في المقدمه اللي بنتكلم فيها عن الكومبلكسومتري، هنتكلم على التيتريشن كيرف في الكومبلكسومتري. التيتريشن كيرف في الكومبلكسومتري اللي هو الاديتا كليجنت، خلاص كل الكومبلكسيشن بقينا خلاص عارفين ان التيترنت او الستاندرد والحاجه اللي في الصحاحه هو الاديتا، والميتال اللي احنا عايزين نعين الديترمينيشن كونسنتريشن بتاعه هيبقى في الفلاسك. فبنشوف الاديتا التيتريشن كيرف بتاعه عامل ازاي. لو احنا لسه فاكرين في محاضرة البريسيبتمتري احنا عارفين كويس التيتريشن كيرف علاقة بين X axis Y axis، مين اللي على X axis؟ الـ volume of titrant. هنا التيترنت بتاعنا مين؟ الـ editor. فبنكتب الـ volume of editor بايه؟ بالملي. التيتريشن كيرف يا جماعة ده ثوابت في كل حاجة. الـ Y axis المحور الرأسي كان B الحاجة اللي بنقيسها، في الـ acid base كان اسمه BH، في البريسيبتمتري كان اسمه لو كانت السامبل كلورايد بنسميه بي سي ال. طب هنا السامبل بتاعتي ميتال فبنسميه بي ام اللي هو البي الميتال. طب لو كان الميتال ده مثلا كبر فاقول بي سي يو، الميتال ده مثلا سيلفر بي اي جي، على بكتب اسم الميتال لو انا ذاكره لك اسم الميتال، لكن في العموم اسمه ميتال اين يبقى بي ام. يبقى الثابت اللي احنا عارفينه خالص ان اي تيتريشن كيرف هو ريليشن شيب بين علاقه من ايه وايه، الواي اكسس في الكومبلكسومتري بي ام، والاكس اكسس الفوليوم اوف تيترنت اللي هو هنا بيكون الاديتا بالملي. اول حاجه لازم نبقى عارفينها برضو، دي حاجه ثابته وقلناها قبل كده، شكل الكيرف. شكل التيتريشن كيرف بيكون اس شيب. الاس شيب ده ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده نتخيل كده اللي بيحصل في الكومبلكسومتري بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. انا باخد 10 مللي من السامبل اللي عباره عن ميتال اين، يعني حاجه عليها بوزيتيف تشارج، بيتحط عليها الانديكيتور. طبيعي اي تيتريشن بتحط عليه الانديكيتور وبملى السحاحه بتاعه التيترنت اللي هو هنا هيكون الاديتر. الميتال بيبقى حاجه عليها بوزيتيف تشارج. للعلم كمان عايزك تعرف دلوقتي قبل ما نتكلم عن الانديكيتور ان الانديكيتور بيبقى كمان ليجند، هو كمان بيكون ليجند يعني عليه نيجاتيف تشارج. فاول ما الانديكيتور بيتحط على الميتال بيعملوا مع بعض كومبلكس اللي هو الحته الاولانيه من الكيرف اللي هو ريجن 1 الميتال انديكيتور كومبلكس، بيمسكوا مع بعض ايه بكومبلكس، يمسك الانديكيتور مع ميتال يعملوا مع بعض كومبلكس، وبشوف اللون الاولاني اللي هو قبل التيتريشن، فده بيبقى سبب اللون الاولاني بتاع الانديكيتور. اثناء التيتريشن بفتح السحاحه وابدا ينزل الاديتر. في الاول بيبقى ايه معظم الفلاسك بيبقى عندي الميتال معظمه في الصوره الفري فورم، يعني لما باخد السامبل واحط عليه الانديكيتور معظم السامبل عباره عن ميتال صوره فري، شويه صغيرين منه هم اللي ماسكين في ايه في الانديكيتور وعاملين معاه كومبلكس. بدات اعمل التيتريشن، الايديت هتنزل تتفاعل مع الميتال الفري تخلصه، وبعد ما يخلص كله تبدا تروح تشد الميتال اللي ماسك في الانديكيتور عشان تعمل معاه كومبلكس. طب هي عرفت تشده وتخرجه وخلته يسيب الانديكيتور ليه؟ عشان هي الميتال بيكون مع الايديت مور ستيبل كومبلكس عن الكومبلكس اللي متكون بينه وبين الانديكيتور.
فالإيديتا تقدر تشده ويبدأ يحصل التيتريشن بالشكل ده ويحصل الكالر تشينج وياخد الاند بوينت. ده هنرجع نشرحه بالتفصيل بعد كده. يبقى شكل التيتريشن كيرف اس شيب زي ما اتفقنا، عرفنا الاكس اكسس والواي اكسس ماشي. الاس شيب بيبدأ من تحت ليه؟ احنا قلنا طالما الحاجة بدأ من تحت يعني قيمة البي صغيرة، البي طالما قيمتها صغيرة، البي طالما الرقم بتاعها طالع صغير يبقى التركيز ايه؟ حاجة كبيرة. يعني ايه برضو؟ مش احنا كنا بنقول ان الواي اكسس بيتحط البي الحاجة اللي بنقيسها، احنا هنا بنقيس تركيز الميتال اين. طيب الميتال اين في الفلاسك عندي زيرو فوليوم، يعني لسه ما فتحتش الصحاح، ما نزلتش ولا نقطة من التايترنت من الاديتر، هيبقى تركيز الميتال عالي جدا. طالما التركيز عالي البي للحاجة اللي تركيزها عالي تبقى قيمة صغيرة، عشان الكيرف، عشان كده ايه الكيرف بادئ من تحت عند مثلا واحد ولا واحد ونص. خلاص. طيب كل ما بنزل اديتر ايه اللي بيحصل؟ الميتال الفري اللي موجود في الفلاسك قاعد يتحول لكومبلكس، لميتال اديتا كومبلكس، يبقى تركيز الميتال اللي في الفلاسك ايه؟ بيقل. يبقى البي للحاجه اللي بقت قليله يبقى رقم كبير، عشان كده البي ميتال قاعده تزيد كل ما التايترنت ينزل، يعني كميه الفري ميتال تقل وكميه الكومبلكس في الفلاسك بتزيد، فالبي قاعده تزيد لان تركيز الميتال بيقل. احنا قلنا علاقه عكسيه بين التركيز وبين البي اللي هو الماينس لوج الحاجه، الماينس لوج. خلاص. فتركيز الميتال قاعد يقل فالبي قاعده تزيد، فالكيرف قاعد يطلع لفوق 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 اهو، لغايه ما يديني حته شارب اللي هو الفيرتيكال بارت، الخط الراسي ده، وده اهم حته فيرتيكال بارت بيحصل الرياكشن فيها. بقى بدات اللي هو ريجن 2 زي ما مكتوب على اليمين، ان هنا بدات الايديتا ستارتد تو اتاك ميتال انديكيتور كومبلكس، يعني الايديتا خلصت كل الميتال الفري اللي كان موجود في الفلاس وبدات تتجه لايه؟ تمسك في الميتال اللي ماسك في الانديكيتور تشده منه. في الحته دي بقى اهم حاجه عندنا في الفيرتيكال بارت الجزء العمودي ده ايه؟ كنا بنعمل مماس على الحته اللي فوق والحته اللي تحت واقيس الفيرتيكال بارت الجزء العمودي ده بالمسطره، صح؟ عند الميد بوينت النقطه اللي في النص، الميد بوينت يعني لو ده 5 سنتي يعني عند 2.5 سنتي، بنزل بسهم عمودي كده على المحور الافقي اطلع الاند بوينت. فبص لي كده على شكل التيتريشن كيرف ده الاند بوينت تطلع كام؟ شوف الفيرتيكال بارت قدامي اهو، اقيسه بالمسطره النقطه اللي في النص، انزل بسهم كده على المحور الافقي تطلع عند كام؟ عند 50 مللي. يبقى الاند بوينت من التيتريشن كيرف ده كام؟ 50. الاند بوينت بيساوي 50. عرفنا ازاي نعرف التيتريشن الاند بوينت من التيتريشن كيرف؟ وبعد كده الايديتا خلاص قعد تشد الميتال، تشد الميتال اللي كان ماسك في الانديكيتور لغايه ما كل الانديكيتور اللي كان ماسك في الميتال يتحول للصوره الفري، فيحصل كلر تشينج. انا اخد القرايه بقى كل الاكسس اللي هو الريجنال 3 اللي فوق ده، الاكسس اللي نازل ده عباره عن ايه؟ انا خلاص الاند بوينت خدتها، الاكسس اللي نازل عباره عن اكسس ايديتا بقت نازله في الفلاسك ما فيش لاقي حاجه تتفاعل معاها. يبقى الخلاصه ان التيتريشن كيرف في تفاعل الميتال مع الايديتا، الريجون الاولاني الجزء الاولاني هي دي الحته اللي بيبقى فيها الميتال اين موجود فري كتير في الفلاسك، فتركيزه بيبقى عالي، فالبي بتاعته اللي هو الماينس لوك بتاعته بتبقى صغيره، فعشان كده الكيرف بيبقى بادئ من تحت يقعد بالتدريج يزيد يزيد لان تركيز الميتال قاعد يقل، فالبي بتاعته بتزيد تزيد تزيد. وبعد كده يديني الفيرتيكال بارت الحته اللي بتبقى فيها الاند بوينت اللي بيحصل فيها الريجن 2 اللي بعد ما الايديتا خلصت كل الميتال الفري بدات تتجه تشد الميتال اللي ماسك في الانديكيتور وتشده منه خلاص عشان تكون معاه كومبلكس، بيبقى مور ستيبل كومبلكس، بيحصل الكالر تشينج خلاص عند الاند بوينت، والاكسس اللي انا بنزله من السحاحه بعد القرايه بيبقى عباره عن ايه؟ بينزل الفلاسك عباره عن اكسس اديتا، اديتا ماشيه في المعايمه في الفلاسك ملهاش علاقه بالموضوع، فيبقى البي ثابته زي ما شكل الكيرف اللي عندي، فبيبدا ستيدي ثابت كده اهو في تدريجي زياده زياده تدريجيه. وبعدين الجزء الفيرتيكال بارت اللي التغير فيه الكالر تشينج باخد منه الاند بوينت، وعرفنا بجيبها من الميد بوينت الفيرتيكال بارت ازاي، والحته التانجنت اللي فوق المماس اللي فوق اللي بيبقى عند حته ثابته ده لان خلاص ما عادش اي تغيير في التركيز، كل الميتال خلص بقى الاكسس اللي نازل في الفلاسك عباره عن اكسس اديتا. وكده نبقى خلصنا الجزء الاولاني في الكومبلكسومتريك تايتريشن، يا رب تكونوا فهمتوه واشوفكم على خير. السلام عليكم.